السلام عليكم متابعينا، عاملين ايه؟ النهارده موضوعنا عن شعر الحيوانات الاليفه بتاعتنا، الشعر اللي بيبهدل لنا كل حته في البيت، الشعر المزعج جدا لمرضى الجيوب الانفيه وحساسيه الصدر. نفس الشعر دوت بيعمل مشكله لحيواناتنا الاليفه، ممكن يعمل لها التهابات وفطريات في الجلد ومشاكل تانية كتير، ده غير طبعا التعقيدات اللي بتحصل في الشعر بتاع حيواناتنا الاليفه. الفيديو ده بيشرح لكم بالتفصيل نقدر نصلح شعر حيواناتنا الأليفة ازاي وننشط الدورة الدموية. الفيديو بنستخدم فيه نوعين من الفرش، في فرشة منهم حابب انوه جدا ان الفرشة دي مش للكلاب اصحاب السنجل كوت او الشعر الصغير زي الشيواوا دي او الامريكان بيتبول، دي بنستخدم معاها السنجل كوت حاجة عادية لان شعرتها صغيرة جدا. الدبل كوت الفرشة دي بنستخدمها للكلاب اللونج هير زي الجولدن ريتريفر، زي الجيرمان شيبرد لونج هير، زي التشاو تشاو، زي التيبيتان ماستيف وانواع تانية كتير. اتمنى الفيديو يعجبكم، مشاهدة طيبة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس، تعملوا شير للفيديو عشان غيركم يستفاد.